كهربا وخاص بمداعبه ليه مع صالح جمعه. خلينا نروح نشوف الفيديو ده ونرجع. يلا صالح كابتن وليد، خلي بالك منه، ربنا يكرمكم، خلي بالك منه يا كابتن. كابتن وليد ايه طالع؟ كابتن وليد خلي بالك منه، ربنا. طيب يعني في الحقيقة روح مميزة جدا من اللاعبين وحالة من الدعابة اللي موجودة ما بينهم، وده أمر في بعض الأحيان بيبقى مطلوب، وعجبني جدا إن هم واضح إن هم مركزين، مفيش مشكلة، ممكن نهزر نضحك شوية، لكن في نفس الوقت هم عارفين جدا جدا إن هم لم يتأثروا إطلاقا بهزيمة مباراة. عادي جدا إن أنت تخسر ماتش، لكن المهم إن أنت تكمل بنفس شكلك بالتحديد من حيث النتائج. الاداء فيه عليه علامات استفهام نسبيا، لكن باذن الله هيتحسن فيما هو قادم. وبالمناسبه لازم يكون في نبره تفاؤل عند جمهور النادي الاهلي، واحنا لمسناها على مدار الايام السابقه وتحديدا بعد هزيمه الزمالك. نبره التفاؤل دي هتكون مهمه، لان انت في نفس الوقت عندك بعض الغيابات اللي هتعود ليك خلال الفتره اللي جايه. ابرز الغيابات دي طبعا صالح جمعه رقم واحد دخل اهو، ادي اول غياب رجع لك، بعديه هيرجع لك كهربا، بعديهم باذن الله كمان حسين الشحات. مع التوليفه الموجوده دي انت باذن الله تقدر تحقق اهدافك، وده اللي هيحصل باذن الله تعالى. طيب ده كان ترند الاهلي، هروح لفاصل، بعد الفاصل نواصل ونشوف اخر الاخبار. يلا